النهارده ايه تقييمك بدايه كده بشكل عام لاداء الطاقم التحكيمي في ماتش الاهلي والمقاولين؟ هو طبعا عشان نبتدي كابتن هاني، المباراه النهارده ما كانتش مباراه سهله، يعني مباراه صعبه جوه الملعب وصعبه طبقا للجدول الدوري وجدول ترتيب الفرق يعني. ايوه فالمباراه ما كانتش سهله، كانت طلبت من احمد مجهود كبير، بذل جهد كبير هو والمساعدين اللي معاه. كان عنده ايجابيات كتير النهارده في المباراه، ولكن كان عنده بعض السلبيات طبعا موجوده النهارده في بعض القرارات يعني. زي ايه بقى؟ من احمد ايه اهم القرارات اللي شايف ان هي افتقدت للدقه؟ طبعا اهم قرار النهارده افتقد للدقه لعبه هدف الاهلي الاول. الهدف كان فيه خطا مزدوج يا كابتن هاني، كان فيه خطا من الاول امير عابد، ممكن لو هو صفر وحسب خطا لصالح اجاي في الاول ممكن امشي معاه، تمام. لكن خطا كان فيه خطا لاجاي برضه، كان مش ممكن ان هو يعدي، بس اكيد يعني ممكن يعني معرفش احمد ما كانش تواجده ما كانش موجود قدام الحدث، لكن كان خطا واضح اللي هي قبل احراز الهدف بتاع حسين اللي هي الشحات قطعها اجاي من امير عابد بعد بالظبط. الالتحام ولعبها لاحمد الشيخ اللي لعبها لعمرو السوليه. اكيد كان خطا واضح جدا، لو جايبنا اللقطه هتلاقي ان الخطا كان واضح جدا من اجاي، وكان لازم ان هو يحتسب الخطا يعني. تمام، ده القرار الاول، وطبعا يعني يعتبر قرار مؤثر لانه قاد الى هدف بالنسبه للاهلي. في قرار تاني شايف ان هو افتقد للدقه من جانب الحكم؟ اكيد كان في برضو يعني في لعبه كانت لسيف الجزيري دخل ال 18، كان احمد صفر ان هو تمثيل، لكن اللعبه دي كان فيها تنافس بين اللعيبه، كان سيف الجزيري بين اثنين لعيبه كابتن هاني لو انت فاكر اللعبه، ايوه وده كان في تنافس. الالعاب دي الاتحاد الدولي دايما بينادي الالعاب اللي هي دي التنافس ما بيبقاش فيها التمثيل، كان المفروض احمد في اللعبه دي يسمح باستمرار اللعب، تمام، لان كان في تنافس، واللعيبه كانوا في تنافس بين اللعيبه ومع بعض، كانوا قريبين جدا من بعض وكان في تنافس، فكان القرار هنا المفروض ما كانش يبقى فيه سيميليشن يعني. تمام، هو انذر بالتالي سيف الدين انذر الجزيري سيف الدين الجزيري، وكان في ركله حره على النادي الاهلي غير مباشره على ال 18، هو اعتبر ان رامي ربيع حط الكره بالرجله، بس هي ما اخدتش وقت يا كابتن هاني، اللعبه كانت سريعه جدا وما خدتش الوقت ان هي اتحطت الكوره، يعني الكوره كانت سريعه جدا، ما كان برضو قرار كان المفروض فيه يستمر اللعب يعني. والقرار برضو الابرز لاحمد اللي هو خده وانا بحييه عليه، برضو الانذار الثاني لرامي ربيعه برضو، ان هو اداله الانذار الثاني، كان في خطا يعني في خطا باهمال ما يستحقش عليه انذار رامي، ولكن هو اداله الانذار الثاني للاعتراض، وده كان قرار لكن سليم من السؤال احمد. هو الفاول نفسه فاول؟ فاول الفاول فاول، لان في لو بصينا في اللقطه نلاقي رامي بيتنافس عادي، هو ممكن يكون رامي ما خدش باله ان هو، لكن في بوز الجزمه في لاعب المقاولين في خطا باهمال، يعني ما يستحقش عليه انذار رامي ربيعه. ما هو كان عنده انذار، لكن هو اداله الانذار للاعتراض بعد حسب القرار، شاط الكوره في الاعتراض فاداله الانذار الثاني المستحق يعني. تمام، هل في اي قرار اخر ممكن تعالى عليك كابتن الدجيش؟ لا الحقيقه بقيه القرارات احمد يعني ادى يعني بذل مجهود كبير في المباراه، وكان عنده ايجابيات كتير في المباراه زي ما قلنا في قرار الطرد وفي القرارات الاخرى، لكن هي دي الحاجات المهمه اللي كانت في المباراه كابتن هاني. تمام، انا بشكرك جدا كابتن ايمن دجيش.